السلام عليكم. كما راكم تشوفوا سيارة لندن أو بلاك كاب معروفة هنا داخل سيارة لندن كما نقولوا تاكسي لندن. اليوم راح نديكم مفاجأة خفيفة ظريفة مع خونا توفيق. توفيق السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صح أخوي صالح لاباس؟ شلونك توفيق؟ خونا توفيق الله يبارك مشبهته الغزال على قبتك قبته في تاكسي لندن. هذا هو سيارة لندن. شوف لي تساعة. واش راك خويا توفيق؟ الحمد لله لاباس خويا. عاش مشاف خويا. كيف اخبارك يا خويا؟ نشوفك غير في القنوات وهامل من قناه لقناه. قول خونا توفيق عنده اكاديميه، صاحب اكاديميه غني عن التعريف، محلل في الرياضه وصديق وما شاء الله. خويا توفيق مرحبا بك. خويا توفيق رانا في قلب لندن. واش اخبارك؟ واش اخبار الفريق الوطني؟ واش اخبار التحليل؟ ما زرع على حوزوه على جابوه، كيف حكايته؟ ماجير على كل حال هو انسان غني على التعريف، نكون له كل الاحترام، ولكن نظن باللي ماجير هو قبل ما يخطا في حق الكره الجزائريه هو خطا في حق نفسه. من المفروض هو انه نهار اللي كان في سنوات النجوميه تاعو في الكارفان كارير كان من المفروض عليه يروح يقرا، وكان عنده سمعه وعنده اسم كبير. يعني لو كان راح قرا ودخل ودار دي ديبلوم وعطى شخصيه لنفسه كان ممكن اليوم يستفاد بهذيك القرايه، واليوم الناس ما تحاربوش المحاربه اللي يعني بطريقه غير 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 اخلاقيه. بصح كان يقول لك بالك ما عطيتلوش فرصه. لا هو الفرصه يعطيها لنفسه قبل ما يعطيها للناس، لان الناس انت اللي حبيت الناس يعطوك الفرصه اعطيها لنفسك. صح. لانه الناس لما تروح للناس تروح لهم بالباجاج، ما تروحش يديك فارغين وتقول للناس خدموني ولا اعطوني الحاجه. فهمت؟ لانه كيما الحريه تؤخذ العمل والمنصب يؤخذ. بالعمل وبالجد وبالشهادات لا كل حال هو ذلك يعني اخطأ، لانه كان في كثير من الاحيان يقول انا نحب اللاعب المحلي ونخدم اللاعب المحلي، ولكن انا ما نشوفه الكارير تاعو هو عنده 15 ولا 16 سنه هو في الو بورتو. هو في انا ضد هذه تاع الو بورتو، ما نحبش نهضر تعلق عليها. ما لا هو كان ممكن يدير اكاديميه كيما يايا توري كيما لي فرير توري كيما دروكبا كيما لاعبين كبار اللي دخلوا من اوروبا ودخلوا لافريقيا ساعدوا بزاف الناس. انا كانت عندي تجربه شخصيه مع ربح ماجر مره في بعض واحد المرات، كانت الاكاديميه دي في 2012 كان ماجر حضر عندنا كضيف شرف وجا شيف الاطفال. واحد من الاطفال كان عندي واسمه رياض في عمره 9 سنين، ظاهر نتمنى ان شاء الله ذاك الوقت بالك ظاهر في 2012. نوجه له التحيه وان شاء الله نحاول نتصل به. نهار اللي قلت يا سي خويا ربح ماجير، قلت له شوف عندي واحد الطفيل هنا يسرى الفوتيون ماجير، انا كنت نتسنى يعني بالك يروح رد ايجابي شغل يقول يعطيني الاسم ديالو ونحوس نعتني به نعاونه. راح ليه هكا يخبط له على راسه هكا وشاك الفيديو لاباس، قالوا ما تنساش القرايه. يعني واحد الطفل كيما هذا انا امكانياتي ماشي كيما امكانيات ماجير، ولكن كان ممكن هو يساعد ويقدم بما انه يحب الجزائر ويحب اللاعب المحلي. هو كان قادر يدير اشياء كثيره للاعب المحلي بالنظر للبوزيسيون تاعو والمكانه الماديه اللي كانت عنده، كان يمكن يساعد يفتح مدرسه ويعتني باللاعبين بالاجيال. اي والاجيال قادر، ماشي شرط يدير بزاف لاعبين، كان ممكن هو 10 15 لاعب وهو يتولى بهم ويطلع معاهم ويقدر يحكم حتى الفريق الوطني فيما بعد. سوري براذر. Sorry, you're talking different language, mate. Sorry, yeah. Huh? You don't mind. We'll just speak a different language. Thank you. ما نحن حبي يقول هو كان ممكن يدير أشياء كثيرة اللي في المستقبل كانت تخدمه كمدرب وتساعده باش يقدر يقول شوف أنا واش خدمت واش خدمت. صحيح هو لا قدم لكرة القدم الجزائرية كلاعب، ولكن كمدرب للأسف الشديد يعني مع الأسف. ما هو البديل أخي خويا توفيق؟ البديل هنا كما تشوف هذا يروح عيسى يجي موسى على كل حال. وهي مشكلة ماهيش في ماجر، المشكله في المنظومه. نعم. واللي دار اللي دار ماجر على كل حال، مع احترامنا للناس من الوزير من زتشي من انا مع احترامي زتشي ما عندي حتى حاجه ضده، ولكن انا شوفي باللي ليس اهلا باش يكون هو يعني مدير رجل اعمال في السيراميك، ما يقدرش يخدم في التكنيك. هذا الشيء. واش رايك في الفرق الرياضيه بصفه عامه؟ كرة القدم راهي بعيدة بزاف عن التطور، بعيدة بزاف عن لأنه معظم المدربين الموجودين في البطولة الجزائرية جايبين الدبلومات تاعهم عندهم 40 و20 و30 سنة، وكرة القدم هي رسكلة علمية كل شهر. تطور نعم. يديروا دي سيمينار تكنيك دو ديفلوبمون تاع اللعبة، ولازم المدربين يحضروا لي سيمينار ويحضروا إلى تدريبات جديدة المواكبة للعصرنة تاع كرة القدم الحديثة.
قبل ما نوصل خويا توفيق الوقت ضيق ان شاء الله نعاودوا لهم فرصه اخرى. اخر كلمتك للناس اللي يشوفوك اليوم حكمتني في الطاكسي. ومرحبا بك وسلامي كل الجزائريين وليك انت والمحبين تاعك ان شاء الله ونتلاقاو في فرص اخرى ان شاء الله. شكرا خويا توفيق. واش رايك في السياره اللندنيه؟ طبعا لما تركب في سياره ماركه يعني شغل شيء جميل ومفخره وشيء يعني يعطي بعض الارتياح. وإذا صحيح هي غاليه ولكن ماشي غير الناس اللي يجي يركبها. ولكن خويا توفيق هضرنا بعد ما شفنا الطاكسي، واش رايك في بن الشيخ واللاعب الاخر اسمه بن الشيخ بوحنيك؟ بوحنيك خويا بن الشيخ انسان ويد فاميليا ونحبوه ونحترموه. واش صعب شنو احنا نتكلموا على بوحنيك؟ نقولوا بوحنيك انت يا راك كثرت بزاف واحترم نفسك. انسان اللي يحترم نفسه واش دار واش دار ما دار والو خويا. هو ما عندوش علاقه، هو انسان كي يقولوا عليه يعني في المحاماه انت يا دخلت الحصه الرياضيه. ثانك يو yeah. يعني شيء ثانك يو ثانك يو ماتش. كملوا بعد ثانك يو ماتش. كملوا بعد السياره. هذه هي سياره كوندل. اليوم درنا لكم جوله بالسياره. Thank you very much. Bye bye. Thank you. خويا توفيق بعد ما كملنا الحكي على هضرنا على الماجر والجماعه كملناها برا. كمل لي لا لا على كل حال شوف كيما قلت بن الشيخ هو في الحقيقه بن الشيخ انسان طيب وانسان كرة القدم الجزائريه تاع السبعينات والثمانينات فيها شخصيات ما شاء الله ونحن نحبوه بن الشيخ. وشنو؟ نعم بن الشيخ نحبوه ولكن نقول له يا بن الشيخ اليوم راك انت تتكلم على الكثير من الممارسات الغير اخلاقيه في البطوله الجزائريه، ولكن لازم تفهم يا سي علي كاين ممارسات اخلاقيه انت مارستها لما كنت لاعب في البطوله الجزائريه. ونهار اللي موليه العاصمه يعني واحترمنا موليه العاصمه الفريق عميد الفرق الجزائريه ونحبوا موليه العاصمه ونحبوا الناس اللي يحبوا موليه العاصمه. ما تنساش باللي موليه العاصمه في التسعينات لما اول مره هبطت للناسيونال 2 عاودت طلعت في عامها، والعام اللي جيتوا كنتوا تروحوا تلعبوا كنتوا تدوا معكم ناربيت في الكار معكم. يا مات بوشام وزير الشباب والرياضه كان الحاكم يهبط مع المولوديه يروح يلعب الحاكم ويدوه معاهم ويجيبوه، وبن الشيخ كان معاهم. ولا راك ناسي تفكروا خويا بن الشيخ، وانا كنت نلعب في فئات الصغرى وهذا الشيء هذا انا كنت نعيشه كشاب صغير. ما انا يعني هذيك الممارسات اللي تركت نكرها اليوم انت واحد الوقت كنت ديرها خويا بن الشيخ. ما تكثرش علينا بزاف الهضره وربي يوفقك وربي يهديك واعطيو فرصه لناس محللين واحد اخرين يقدروا يهضروا ويقدموا كثير من الاضافات. وكاين شباب واحد اخرين متخرجين من معاهد الجامعيه في الاعلام يقدروا يكونوا احسن من بوحنيكا واحسن من الكثير من الناس. اذا علاش كره القدم تقتصر على بوحنيكا وبن الشيخ؟ نفس الشيء في التمثيل نفس الشيء في الاشهار. خويا توفيق بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.